اللجان النيابية المشتركة تعقد في ساحة النجم جولة مناقشات جديدة لقانون الانتخاب المقدم من الحكومة. ميقاتي: الحكومة تحرص على توازن مالي وتوفير التمويل اللازم للرتب ورواتب، وسأدعو قريبا إلى عقد طاولة حوار اقتصادي اجتماعي في السراي. إيران توجه تحذيرا ضمنيا إلى سوريا من أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيؤدي إلى خسارة الحكومة السورية مشروعيتها بالكامل. الاشتباكات العنيفة تتواصل في الأسواق القديمة لمدينة حلب، وحصيلة قتلى الاثنين بلغت 156. سقوط عشرات القتلى والجرحى في حادث اصطدام سفينتين قبالة سواحل هونغ كونغ مساء الاثنين. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم في تمام الثانية. كونوا معنا كرام، أنا بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر MTV Lebanon News على موقع تويتر، MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.